قالت الولايات المتحدة إنها لن تحظر بيع معدات زراعية لروسيا. ونفت واشنطن مجددا تأكيدات موسكو أن العقوبات الغربية وليست عملياتها العسكرية في أوكرانيا هي سبب الأزمة الغذائية العالمية. ما بين الغاز والحبوب وتداعيات كورونا، تترنح أوروبا بين أزمات قد تعيد تشكيل خريطة التكتل وتعصف بموازين القوى دون أدنى توقعات لنتائج قد لا يحمد عقباها. مثلث رعب عنوانه سلاسل الإمدادات، فمع قرب انتهاء فترة صيانة خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي أغلق منذ يوم الاثنين الماضي لأعمال صيانة دورية، تخشى دول الاتحاد الأوروبي من خطوة قد تقدم عليها موسكو بتعليق الإمدادات عبر الخط، وهي الخطوة التي ستقود إلى إحدى أكبر أزمات الطاقة في تاريخ التكتل. المخاوف الأوروبية تجلت في تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من طول أمد النزاع الدائر في أوكرانيا ومطالبته الفرنسيين بالاستعداد للاستغناء عن الغاز الروسي الذي تستخدمه موسكو كسلاح حرب. وبعيداً عن الحرب، تبقى مخاوف شتاء تطلق أجراس إنذار مدوية مع تعطل سلاسل الإمدادات الروسية للغاز الطبيعي لأوروبا وترقب لزيادة كبيرة في أسعار الطاقة، كما حذر صندوق النقد الدولي من أن الاضطرابات بإمدادات الغاز الطبيعي قد تدفع اقتصاد أوروبا إلى الركود. وبالانتقال إلى الضلع الثاني في مثلث التحديات، نجد قطاع الحبوب. فرغم الإعلان عن اتفاق يستهدف استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، إلا أن هناك مسألة مهمة لا تزال تنتظر الحل، وهي الألغام البحرية. وبينما تلعب سلاسل الإمداد الروسية دور البطولة في تلك الأزمة، يتجلى أيضاً دور سلاسل الإمدادات القادمة من الصين التي قد تواجه تذبذباً خلال الفترة القريبة المقبلة في حال استمرار الزيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مما يزيد المشهد العالمي ضبابية ومخاوف من مستقبل غير معلوم الملامح. أظهرت بيانات رسمية انكماش الاقتصاد الصيني على نحو حاد في الربع الثاني من العام، مما يسلط الضوء على الخسائر الهائلة للنشاط بسبب عمليات الإغلاق التي كانت واسعة النطاق لمكافحة كورونا، واستمرت الضغوط في الشهور المقبلة أو استمرار الضغوط أيضا في الشهور المقبلة في ظل توقعات قائمة للنمو العالمي. وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي الناتج المحلي انخفض بنسبة 2.6% في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، في مقابل توقعات من انخفاض يصل إلى 1.5% وارتفاع يصل إلى 1.4% في الربع السابق. أما على أساس سنوي، فقد نما إجمالي الناتج المحلي في الفترة ما بين أبريل ويونيو بنسبة تصل إلى 0.4%. توقع القائم بالأعمال الروسية في الصين بأن يبلغ حجم التجارة بين روسيا والصين في نهاية العام الجاري إلى 200 مليار دولار مع اتجاه موسكو نحو الشرق بسبب العقوبات الغربية. وأضاف أن بلوغ هذا الهدف أمر واقعي تماما، وخاصة مع زيادة أسعار سلع مجموعة المعادن. وأضاف أن هناك تفاوتا متزايد في الواردات والصادرات بين روسيا والصين، مشيرا إلى أن حصة كبيرة من التجارة الثنائية بين البلدين تتكون من سلع لمجموعة الطاقة والمعادن، وقد اختلفت أسعارها في الأشهر الخليف الأخيرة اختلافا كبيرا. استقر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوياته خلال عقدين بعد أن اجتاحت الأسواق العالمية موجة من الابتعاد عن المخاطرة، مع توقع متعاملين أن يرتفع مجلس الاحتياطي الاتحادي بسعر الفائدة من مقدار 100 نقطة للأساس في وقت لاحق من الشهر الحالي. كانت العملات التي ينظر إليها على أنها أكثر عرضة للمخاطر، بما في ذلك الدولار الاسترالي والجنيه الاسترليني، تتعرض لضغوط بسبب وابل من الأخبار السلبية في آخر 24 ساعة، مما أثر على المعنويات. وفي هذا الإطار، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2002، متجاوزا 109، في ظل بدء موسم أرباح البنوك الأمريكية بصورة بطيئة وتراجع النمو في الصين في الربع الثاني بأكثر من المتوقع، ومواجهة إيطاليا لأزمة سياسية جديدة.
لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا أستاذ القانون الدولي بفرنسا دكتور مجيد. بعد التحية، ما بين الغاز والحبوب وتداعيات أزمة كورونا المستمرة، تترنح أوروبا ما بين أزمات اقتصادية متتالية وتعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية لها. كيف تقرأ هذا المثلث الخطر وتأثيره بشكل كبير دكتور مجيد؟ يجب أن نعرف أن يعني جائحة كورونا أثرت في الاقتصاد الأوروبي، لأنه نزلت معدل النمو ب6%. وما هو معدل النمو؟ هو الإنتاجية والإنتاج الذي يمكن من السلع ومن الخدمات التي تقدمها، التي يمكن أن تتحصل عليها البلد، أي بلد كان، بين سنة وأخرى. يعني هذه هي القيمة الإضافية، ما هو الشيء الذي أضافته تلك البلد في إنتاجها. وأوروبا لما خسرت 6% تمكنت في سنة واحدة أن تكسب ذلك بسرعة، أي في سنة واحدة. لذا أن مسألة الحرب الروسية على أوكرانيا ومسألة ارتفاع يعني المحروقات النفط والغاز وكذلك المواد الغذائية أكيد ستؤثر على الاقتصادات الأوروبية، وتؤثر الآن على الاقتصاد الأوروبي، لأنها هناك ارتفاع في الأسعار، والارتفاع في الأسعار يعني هبوط في قيمة العملة وفي صحيح. القدرة الشرائية للعملة. ولكن هذه المسألة إذا استمرت سنة أو سنتين سوف لن تؤثر يعني أساسا في الاقتصادات الأوروبية، لأنها لها الإمكانيات الداخلية والإمكانيات الاستراتيجية لكي تعيد استرجاع تلك الخسائر. طب دكتور مجيد، يعني كيف تقيم أداء الاقتصادات العالمية لاحتواء تداعيات هذه الأزمة؟ يعني ما تم اتخاذه من تدابير حتى هذه اللحظة، كيف تقيمها من منظور اقتصادي؟ أولا، هناك مرحلة لامتصاص الصدمة، وامتصاص الصدمة الآن تقوم أوروبا بتخزين المواد، الغاز والنفط الآن وصلت إلى حدود مهمة جدا لتؤمن خاصة مسألة يعني النفط في الشتاء، وهي أعسر فترة، والآن أوروبا تنجح في ذلك إلى حد كبير. الآن وصلت إلى حوالي 85% من تأمين احتياجاتها، وكذلك الآن تفطنت أوروبا أنها لا يمكن أن تتعامل مع هذه المسألة لوحدها، والتجأت إلى بلدان أخرى مثل النرويج وقطر والإمارات ومصر والسعودية وبلدان أخرى، ويعني هناك فهمت أن هناك حاجة للتعاون الدولي مع هؤلاء، مع هذه البلدان. المسألة الثانية هي كيف تمتص هذه المسألة، وبعد الامتصاص ماذا سيحدث؟ يحدث أنها تريد الآن أن تكون لها اكتفاء ذاتي في مسألة المواد المحروقات، ولكن كذلك يجب على الدول الأخرى أن تكون لها اكتفاء ذاتي في المواد الغذائية. صح. وبالتالي فإن العالم بعد سنة سيتمكن من تجاوز هذه. صحيح. يعني هي أزمة لها أبعاد عديدة ومتشابكة ما بين الغذاء وأزمات الغاز وارتفاع أسعار الوقود. يعني أخيرا أود السؤال حول البيانات التي تم نشرها حول انكماش الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني، كيف تقرأ هذه البيانات ونحن نتحدث عن عملاق اقتصادي كبير دولة بحجم الصين؟ يعني هذا الانكماش هو مختلف تماما عن مسألة الحرب الروسية على أوكرانيا. هي مسألة يعني جائحة الكوفيد، ولأن الصين أخذت سياسة مختلفة تماما، أرادت أن يكون هناك صفر كوفيد، وهي عملت في هذا الاتجاه، وهي الآن تتحمل نتائج هذه السياسة، وتقلص الإنتاج العالمي. وهذا الإنتاج العالمي لما تقلص صارت هناك زيادة في الأسعار، وتسببت زيادة في الأسعار، ولكن هذا شيء مضر بالاقتصاد العالمي. والعالم الآن يعني يفتح أعينه لكي ينظر إلى إعادة تركيب الاقتصاد العالمي، حتى لا يكون محتاج لمصدر واحد، وهي أن الصين تحولت إلى المصنع الوحيد للعالم.
هذا سيغير الاستراتيجيات الاقتصادية في العالم. ونعرف من ناحية أخرى أن الحرب الآن تدور على الميدان بالأسلحة، ولكن تدور بالاقتصاد، لأن روسيا أرادت أن تستعمل الغاز والمواد الغذائية كوسائل وكسر أسلحة حربية، وهذا سيغير. والعالم الآن ينظر إلى تغيير هذه العلاقة الاقتصادية في العالم، لكي يتمكن كل طرف من أن يحافظ على حد أدنى من استقراره. دكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي بفرنسا، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص 23 مليار يورو لدعم التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي في البرتغال. يأتي ذلك بموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجانبين للفترة ما بين 2021-2027. وذكرت المفوضية أن الاتفاقية مع البرتغال جاءت في إطار سياسات التماسك الأوروبي ودعم أولويات الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل التحول الأخضر والرقمي، فضلا عن أن هذه الأموال ستساهم في النمو التنافسي المبتكر والمستدام للبلاد.